أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الإعراب والبناء. باب الإعراب هذا كان باب الإعراب إعراب كأي أباب يا إيه والبناء بنيه أباب يا إعراب يا بناء باب كل على هذا الحوادث. الذين ولم لا يخلو آخر الكلمة كلمة آخر كذا عن أحد ما أوسك مرين كلمة كستا ومشي كل ما تحين غير أما إعرابي كصور ما هي أما حي كل ما هي بني كل ما هي بنا محاليرة إعراب محاليرة معرب محاليرة مبني محاليرة وبرهن أنا ما معرب مبني إيه كلا نغاي يعني كلمة ده أنا معربة مثلا كلمة مبنية محالة كليرة وأنا عشك نوكينا الإعراب ومرك هذا وحوك الجواب السؤال اللي ما هو الإعراب إعراب محوية هاي سؤال شو جوابه الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ماشي هسأل الإعرابات إعراب متى سأل هذا الإعراب إعراب تغيير أواخر الكلمة تغير آخر الكلمة توا تغيير تغير أواخر آخر الكلمة الكلمة أتانت مركو حال هذا الإعراب إعرابك تغيير أواخر الكلمة تغيير آخر الكلمة كلمة دا مت كلمة آخر كذا آخر كدرسون كي سوى مت كلمة آخر كذا آخر كاس درسون كي سوى تصار مش حيل جاء زيدون أمثلتي مركو سحال له جاء زيدون ديلك حسن ديلك حسن قدنينا سارة صوم وغدين سوما رايت زيدن ديلك حفولي كورديغا فولو سوما مررت بزيدن ديلك حكوري اوسيا كوري وميد كلمه اخر كده حكو دعه الاعراب اعراب تغيير اواخر الكلمه تغير اخر الكلمه ميد كلمه اخر كده اخر كاس اسبدل كيسه واي الو دورسون كو دعه مركا زيدن مر ديلك وا غدنا مركل أنا زيدن ديلك وأخرين هاي مركل أنا زيدن ديلك وهاصرين هاي هذا لازم نفهم قلنا وميت كلمة آخر كذب بدل صوب أي سو بدل اسم حواي والاختلاف العوامل لأجل اختلاف العوامل عوامشة اسقلاف الدورة اسقلاف كدرتيس أي سو بدل اسم عوامشة اسقلاف سن هذا زيدن ديلك ممكن قدر جاء أخرس زيدن ديلك ممكن قدر أنا رأيت يا أخرس ديلكم قوس قد يوم بزيدين ويانا يا كوري مررتوا يا كوريس ما اسمه بدل شو بس اسمه بدل مرك عدة إيكو عمل فرع يانو سو جليسو آكل بتبدلوا هذا اختلاف كجرا الاختلاف العوامل عوامش كوا شقي هايو اختلاف تان كوا ضرتين ودر سوسا عوامشوا الداخلة الدالبة الدلبس طلبتي عليها على الكلمة هي طلبتها لفظا في اللفظ أو تقديرا في التقدير ساس اللي قولي اسكو بدلي سمعنا دواقة او اسكو بدلا اما انتو اسكو بدلا تقديرك اسكو بدلا ما هو الاعراب ديرو امكو حالي الاعراب تغيير اواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا افصو مالك الحالة قد مت كلمة اخر كيدو اسكو بدلا لنا محو اسكو بدلا عاملك سوقلا اسق الخلافة انت مش مكرتينو عوامش اسو الداخلة الدالبة تواماش او طلبة سمعنا عليها على الكلمة لفظا في اللفظ اسكبدلي وحال له زيدن رايت زيدن مررت بزيدن لفظ اسكبدلي سو ساس الله اما تقدير اسكبدلي سو جاء الفتى رايت الفتى مررت بالفتى فتى هذا وحي كدعي يا وجيد فتى فتى وحي كدعي يا وجيد مرنا وان كنت سوما مرنا وخرنت مرنا واسنت هذا ما لو جيد ما لو جيد وحال له ايدا دغولي ee indhoole aku simana leera taqdirki aku siman oo dhagoole iyo indhoole aku simayeen dhagoole fata raaytul fata jaal fata marartu bil fata oo dhagoole dowday hada xuk arka mas haba ka arki may ninki oo indhoola haayo indha heystare asna xawka asna xuska magla waxa asna wax arki may ki waxay u jeedaan ma la labadood mujeedid waxba lama hay meesha qadariyo hada ساس ولا ساس هذا نيكي دغولا هين وخو ما جيدو ولبا حدو سدغي كبقلي اندهان كو هيا دهيما او وجي دهيما او اندولو كي اندل انت هين
أصلا هذا ولا حان مغلقه ما يوسمين كنا فتاة رأيت الفتاة مرت بالفتاة جاء الفتاة وأجي دي لكن واحد بدل مي ما هكو مغرى كنا وام قلي واحد بدلني ما أوصل مغلان مركو حالي دقوا لي إنه راكو سمعه مركو أي تاي تقدير توا لفظا لكن حين غير إنه ولا وام مغلامه جاء زيدون رأيت زيدا مررت بزيدين ما قالوا هاي أو دقوا لنا وأجي دي ديلك أمر قد مي مروا هاس دق مي مرنا أكرد مماهي ساسك كليا. مرك عراقك حالي كلمة داس كليا أو آخر كذا اسمه بدل يسوع اسمه بدل كواح كينا أنا عامل هرا كسو قال أو جاي حالي رادة إعراب لي ده. أنت اسمه لفهم كرو. الإعراب إعرابك مرك هو تغيير أواخر الكلمة مت كلمة تغيير أواخر الكلمة تغيير أواخر الكلمة تود مت كلمة آخر كذا آخر كاسمه بدل كيس ما إيش تغيير ده هو قناته تغيير خاصته أواخر آخر خاصته. الكلمة خاصلك تغير آخر الكلمة ميت كلمة آخر كذا آخر كاسم بدل كيسي واي لاختلاف العوامل قوة شقي هاي اختلاف تانكودو اسكو بدلا عوامل شو الداخلة الدلبيس عليها على الكلمة لفظا في اللفظ أو تقديرا في التقديرات غازي بروس عوامل ألوير مركوايز أسول صعب عوامل شو مركحين نغكرت أفعال أسماء أي حروف أنت ونغكرت كو عوامل اختلاف العوامل المنينو عوامل شو حين نغكرن أفعال نغكرت حيكلنا غيرته أسماء أفعالنا غيرته أخوات بريد الشيء نمو أن جاء رأيت ومرت أنيب أسماءنا وأنا غيرته حيكلنا غيرته وحين كلنا غيرته الشيءين وحيكلنا غيرته حروفنا وأنا غيرته وحرف جروم يجلس وقليات ساس ورانا هذا أسماء ممكن نغتوك الحال قليدو اسم فعل جا إيه اسمك مفعول إيه أمثلة المبالغة كحل راجل دونتو مرد دونه يعمل عمل فعله القليه يعمل عمل فلا عمل فعلي وعمل فلا واسمك عمل فلا مهم ساس ولا صامن حرف كن هو عمل فلا ياسون حرف كن حواي اسون يعمل وعمل فلا والاختصاصي بنوع نوع كغاريات الاختصاصي بنوع حواي اما فعل كغاري ام اسم كغاريات حرف كان عمل فلين وحرف مشترك سيده هل او كلا مشترك مينو كازو كلا ما عمل فلا ياد اسماء دو عمل فشال يقولي انا ساس لداي وحالك سوري مبتدا هاد متدا لك سوري واسي مهاجر اسوا عمل فلا لدلبي اكو عمل فلاسي لدلبي اكو عمل فلاسي ما هو الاعراب مركز لو حديسا الاعراب اعراب هو اعراب كل شيء تغير اواخر الكلمه تغير اخر الكلمه مت كلمه اخر كذا اخر كدور سونكيس واي لاختلاف العوامل لاجل اختلاف العوامل كو شقي هاي اختلاف تنكو درتد او سو بدلو عوامل شو الداخله الدالمه دلبيس عليها على الكلمه لفظا في اللفظ او تقديرا في التقدير ساسي كون قيساد ساسي كون هذا الشيء قجدك او كو سودن اوغو اعرابك وها ليل فيريا مرنا اعرابك هو معنوي يا لذا اعرابك معنوي اعراب لفظي لا ولا صلو فيريا نمن كرير كو فلي دا وهي قبان اعرابك هو معنوي قبان نمن كرير بصر لي انا هي قبان اعرابك هو لفظي قبان شيء قاعد تو كو سودا جيدك رير كو فو كو سودا او اعرابك هو معنوي رين او كو سعياد نمن كاعرابك هو معنوي لحي كو ما شاء زيد فاعل جاء مركل لحين مرفوع وعلامه رفع لما تن اي كو ديرو وعلامه رفع زيد علامه الرفع سي حواي لما تو ساسي قواعد اذا مركا لما اعرابك ما اي وا علامه سيسا رفعك تسيسا اعرابك تسيسا حكم كاسا اعرابك يلي او حي قبان ايغ اعرابك هو معنوي او حاكل لبا لما ي رفع كلا لما او ضم حين قي وعلامه تدل على رفع كتستدق او حين وعلامه رفعي رفعك علامه ديس الضمه واي ساسي كو سودان ايغ اما لكن رير بصر ايغ حي كلين اعرابك هو لفظيو الضمه نفس الرفع اذا بكوا موجود لما دو ايدا لما ي رفع كوا اسكو هل اي ساسي كلين ايغ مره حي كو حي كو ديروا دو زيد مره اترا مرفوع مركه ترى وعلامه رفع مجرد هذه الدريقه بسطه المره ورفع ظاهرنا اللي يمقص زيد مرفوع ورفعنا ظاهره مغير ساسر له او حي ودا ايغو وا اسكو ميد ايغو ساسي كو ماشي كو ان كلين كلين علامه اسوت اي كلين واقسام واقسام الاعراب اربعه افر امر اعرابك اقسام تيس افر واي رفع واي ونصب واي وقفض واي وجده وجسم واي ساسو غسي افر تاسور فللأسماء أسماء دو حاسوناد من ذلك حقي سو مذكورك الرفع قد أسوناد والنصب كرد قد أسوناد والغفض هاس قد أسوناد ولا جسم الرهيب فيها في الأفعال ما أهان فيها في الأسماء ما أهان أسماء ضل مرة يبقى يقعد
وللأفعال وحا أسرناد من ذلك كاس حقيس متكون كعو أسرناد الرفع قد أسرناد والنصب كرقة أسرناد والجسم الرقة أسرناد ولا قفضها أسرنا فيها في الأفعال ما أهان مجدة أفعال لما فعل لما هو صدقاء سيقناد مركا هذا حابرني ما هو الإعراب إيو محامبرني ما أقسام الإعراب محوية إيو اسم إيو فعل من رب وحك خاصة ساسا مرنمو ساسا ليوحي كرد حياة اسم حاك خاصة خفضها كقاس فعلنا حاك قاس جزمها كقاس انت رفعي النصب نحوي مشترك وكذا فعل ولا رفعيا اسم ولا رفعيا اسم ولا نصبيا فعل ولا نصبيا وجدد اما خفض يكو غاريي اسم جزم يكو غاريي فعل يكو غاريي هذه لو غرا سببته محاوله هذه لو حالاته فعلك واثقيل وعرس اسم كنا حواي وخفيف وفدود جزم كنا حواي وخفيف وفدود خفض كنا حواي وثقيل وعرس مركز حاله سبيه كي ثقيل كهاي او حيا لسي متك خفيف كهاي كي ثقيل كهاي تعدل لسمي مر اسمه خفيفه قفضه ثقيله لسي فعله ثقيل انا جسمه خفيف لسي تعدل مصبحنه واسلايك هذا صوبك سيده صوبك مركه وكاس على صعو والبناء لزوم اخر الكلمه حركه او سكونا وذلك النحو من يو كم وكيرود هذا حكم يقول كبار بني مبني جوا تكبر رامر والبناء وبناء مرتها لزوم آخر الكلمة كلمة آخر كذا أو لازم تواي حركة تان حركة لازم تواي هل حركة أيها لازمة كلمة آخر كذا لازم يساعد أو أمس سكونا سكون لازم يساعد وذلك نحو تصالة من يوا كم من مه الله ما يتقطع حواي من ليوا كم نحواي كم ليوا سكون كسر أسرع يود تسامر كحالي هذا مبني على الأوشاس لزوم آخر كلمة أداية وحين سودين موت كلمة آخر كده حكول عاي اسم بدل كل إيمانه كل كاس بدل بمجر هذا اسم بدل جرنا مرتد إتجناز حل يا مركز بنوع اللي مبني واللي هذا وأنواع وأنواع البناء بينها أنواع دي سنة أربعة نفر واي ضم من قد واي وفتح كر يا هؤلاء من دغرة وذلك أنه هؤلاء فإن آخره مكسور وفي في جميع حركات حركات كيسرهم في جميع أحوالي حفاشي سرنا حونا قا هؤلاء هؤلاء اللي واي معنى هؤلاء وحي مثاله تا حركة المقوية أو سكونا نيا مثاله من إيا كما هو هؤلاء كل مقوصة سارة دي لا سالة دا إذيك من سارة أوكي مارك واكا ساوات مارك حركة نيا مثال هؤلاء يا مثاله أو سكونا نيا مثاله من إيا كما هو مثاله أنواع البناء هنا أفر وأربعة أفر واي ضم من قد واي وفتح كرق واي وكسر واي وسكون واي انت سكون غا هذا مركز دير ما هو الإعراب حده براو أدير أقسام الإعراب نه هاي فعل هي اسم حاكر حي اسم حاوقار فعل لما حاوقار جزم حاوقار صوبتنا مرة عيني لما حاناني اسم حواي اسم حواي خفيف اي يا ثقيل ولسي اي فعل حواي ثقيل يا خفيف ولسي جزم ولسي تعدوا لك صبح ما مركزي وقوطة صحيح هاي مبني محالي يا سيقنا بناء حواي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة حركة ما أو أما أدي حركة أنت حاوم مثال أنني هؤلاء أدي سكون أنا حاوم مثال من إيه إيه كما هو مثال هذا من تو حالي هذا في كلام العرب أفر بس هو تمام إني موصوفتها إني موصولتها إني شرديتها إني استفهامتها كلامك عرب أنا أفر تاسي قلت ما والاسم الأرباني والله سبحانه وتعالى أعلم